السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نكتب لغة البايثون ساعات بنحتاج ان احنا نكتب مثلا عن نوت بلس، او ان احنا نستخدم البايثون شيل، او في برنامج متميز اللي هو بايت شارب. خلينا نبدأ نحمله. هنحمل النسخة اللي هي الفري الاوبن سورس اللي هي كوميونيتي، او داونلود هيبدأ يحملها حسب ما انت عايز تشتغل فيه، وعندك الويندوز وعندك ال عندك لينكس وعندك الابل ماكنتوش. بتقول انا موافق ويبدأ هو يحمل لك. لو انت عايز تكتب الايميل بتاعك، اول ما تحمل بيطلع عندك بالشكل دوت. اجي هنا اقول له نيو سكراتش فايل، يقول انت عايز تكتب بأني لغة. اقول له انا عايز اكتب لغة البايثون. ممكن مثلا اكتب لغة مثلا برنت. هو بيبدأ يديني ملحوظات تسهل عليا الشغل، وبعد كده هحط بين قوسين الكلمة اللي انا عايزها. واقول لكم مثلا هلو ورلد، تمام. وبعد كده هقول له ران، فهيبدأ يجيب لي كلمة هلو ورلد. تقدر تعمل أي عمليات حسابية أنت عايزها، وليكن مثلا 3 في 3، تقول له ران. طيب دلوقتي هو مكتبش 3 في 3 ديت، فأنا عشان نكتبها أقول له برنت وبين قوسين وأقول له ران. هيبدأ يعمل العملية الحسابية زي ما أنت شايف. طيب ممكن نقول مثلا 3 في 3 زائد 2، تمام. المفروض بقى ياخد الضرب الأول، وبعد ما بيضرب بياخد ال عملية الجمع أو الطرح. تمام. طيب برضو موضوع لو انت حاطط خلال الأقواس، هو بيحترم الأقواس جدا، يعني زي طريقة التفكير العادية، تمام. زي ما احنا كنا بنعمل دلوقتي، ما دام في اقواس يبقى اعمل الحاجات اللي بين الاقواس، يجمع الاثنين مع التلاتة وبعد كده اضربهم في التلاتة بالشكل ده. البرنامج لذيذ وفيه مزايا، ان انت لو عندك اي مشاكل الاخطاء بيبقى اسمها بج، جاي من ان كان في طبعة مش شغالة، وقعدوا كلهم يحاولوا يفتكروا يعرفوا ايه سبب المشكلة ديت، لحد ما اكتشفوا ان في حشرة صغيرة موجودة هي دي اللي كانت موقفة طبعا انها تشتغل. فبيسموا المشاكل البرمجية بج، وبيسموا حل المشاكل دي بج. هنشوف ان شاء الله نطبق الامثلة على البرنامج دوت. ده من ضمن المحررات للغة البايثون ولغات تانية كتير تقدر تكتب بيه سطور طويلة وتتنفس كلها.